أبدأ بميزانية الجماعة التي تمت المصادقة عليها. صادقنا على ميزانية أولا بعرفت تطورا مهما ما بين سنة ميزانية 2019 و2020، بلغت المداخل التي صادقنا عليها ولأول مرة 7.8 مليار سنتيم تقريبا، أو فوق هذا الرقم بقليل. هذه الميزانية حاولنا فيها ما أمكن أن نرفع من مداخل الجماعة وأن نرشد من المصاريف ومن النفقات. في هذه الميزانية استطعنا ولله الحمد أن نبرمج أداء جميع الديون المترتبة على ذمة الجماعة، والتي بلغت ما بين الأصول والفوائد 900 مليون سنتيم، إضافة إلى تخصيص مبلغ 600 مليون سنتيم لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة بطبيعة الحال لأسباب متنوعة. وسبق لنا أن شرحت هذه الأسباب والتي جعلت الجماعة التي جعلت عدة أحكام تصدر ضد الجماعة. 600 مليون سنتيم ديال الأحكام زائد 900 مليون ديال الديون، 1.5 مليار استطعنا أن نبرمجها في هذه الميزانية. كما استطعنا أيضا أن نبرمج بعض النفقات الإجبارية ذات الطابع الاجتماعي، من ذلك مثلا الإمدادات الخاصة بالمواطنين والمواطنات ضعاف الحال، الفقراء الذين يستفيدون من نظام المساعدة رميد. استطعنا أيضا أن نبرمج في هذه الجماعة أن نسوي تسوية الوضعية الإدارية لجميع الموظفين، ولله الحمد جماعتنا قررت دائما أن تسوي الوضعية المالية والإدارية لموظفيها، لأن العمل الجماعي لا يقوم إلا على أكتاف موظف يحس بالانتماء إلى جماعته، والجماعة أيضا تعمل قدر المستطاع بتحفيز هؤلاء الموظفين. وبلغت الزيادة في هذا الباب حوالي 300 مليون سنتيم، جاءت نتيجة للزيادة التي قررتها الحكومة في أجور الموظفي الدولة والجماعات الترابية. كما أن هذه الميزانية أيضا شملت الزيادة في الفصول الاجتماعية، مجال الصحة، مجال التعليم، مجال الرياضة، مجال الثقافة، مجال الدعم عموما. وكمثال مثلا زدنا في الفصل الخاص بالشراكات مع هيئات المجتمع المدني من 70 مليون سنتيم خلال سنة 2019، ووصلنا ل 100 مليون سنتيم خلال سنة 2020، ونحن نستعد حاليا لتغيير طريقة التعامل مع المجتمع المدني باعتماد أسلوب جديد ينبني أساسا على تقديم مشاريع وعلى طلب العروض. والمصلحة الثقافية منكبة على إعداد هذه الطريقة الجديدة وهذا المنهج الجديد. فعموما وبنوع من الاختصار، هذه أهم مميزات الميزانية ديال 2020. ميزانية طموحة، ميزانية فيها الرفع من المداخل، ميزانية فيها ترشيد للنفقات، ميزانية فيها طموح كبير جدا، ميزانية فيها التزام بالنفقات الإجبارية، ميزانية فيها أداء لديون جماعة تيزنيت والقروض المترتبة بذمتها.